أكد وكيل الوزارة للطب البيطري بمحافظة الشرقية دكتور أشرف توفيق أن المستهدف تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية بالمحافظة يزيد عن 370 ألف رأس ماشية. جاء ذلك في اجتماع تحضيري عقده مع رؤساء أقسام الإرشاد والتوعية بمديرية الطب البيطري على مستوى المحافظة بهدف الإعداد للحملة القادمة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والتي ستبدأ بداية شهر فبراير القادم. أكد وكيل الوزارة للطب البيطري على أن البلاغات التي وردت إلى مديرية الطب البيطري بشأن حالات اشتباه بإصابة بالحمى القلاعية قد تم فحصها جميعاً، مشيرا إلى أنه لم تثبت سوى حالة إيجابية واحدة. نظمت مديرية الطب البيطري بالشرقية بالتعاون مع إدارة الإرشاد والتوعية بالمديرية اجتماعا تحضيريا مع رؤساء أقسام الإرشاد والتوعية بالإدارات البيطرية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك للإعداد للحملة القادمة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية التي ستنطلق مع بداية الشهر القادم والتي تستهدف تحصين 370 ألف رأس من الماشية. النهاردة اجتماع لتحديد الحملة الجاية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية. احنا مستهدف حوالي 370 ألف رأس، احنا حصلناهم الحملة اللي فاتت وان شاء الله هنزيد عنهم برضو. احنا شغالين بنظام الحملات، الحملة تبدأ 1/2 بإذن الله في أول شهر 2. خلصنا 5 حملات، 3 في 2017، 2 في 2018. الحمد لله معدلات تحسين عالية، مستوى المناعة عالي. ده برضو ما بيمنعش، معلش حضرتك بتقول يعني الصحافة الصفراء، أنا أقول هم برضو إيه بيسلطوا الضوء على بعض الآثار اللي ممكن تكون ظهرت. التعريف بالحمى القلاعية وأعراضها وما يترتب عليها هو الدور الأساسي لإدارات الإرشاد والتوعية مع المربين والفلاحين. مرض الحمى القلاعية ده طبعا مرض فيروسي خطير، لأن هو كمرض فيروسي طبعا بيبقى صعب جدا علاجه، فإحنا بنقول إيه أهم حاجة بالنسبة للوقاية من عن طريق التحصين او عن طريق ان احنا ناخد نستمع للارشادات لطبيب الارشاد ازاي ان احنا نحمي نفسنا من مرض الحمى القلاعيه. فمرض الحمى القلاعيه ده بيعمل ايه؟ احنا اسمه مرض اللي هو الفم والاقدام، FMD، هو مرض الحمى القلاعيه اللي هو الاسم العلمي بتاعه اللي هو فود اند ماوس ديزيز، اللي هو مرض اللي هو القدم والفم. ان هو بيجي بيصيب ايه اللي هو المكان اللي هو بيصيبه اكتر مكانين بيصيبهم اللي هو الفم، ان هو بيعمل فقاعات سواء في الفم او الرجلين او ضرع الحيوان. الارشاد هو حلقه الوصل بين الطب البيطري والمجتمع، وهو اللي بيوعي الناس، بيقوم بتوعيه الناس بخطوره يقوم بتوعيه المربين بخطوره مرض الحمى القلاعيه واهميه التحصين والوقايه من المرض. واحنا بنعمل قبل الحمى القلاعيه بنعمل ندوات ارشاديه مكثفه في جميع المحافظه لتوعيه الناس باهميه بخطوره المرض واهميه التحصين. بنعمل برنامج مكثف لدخول المدارس، وبندخل دلوقتي المساجد وبنعمل ندوات في المساجد، وفي تنسيق كامل بين هيئات الدولة المختلفة، حتى المصالح الحكومية بدأنا ندخل المدارس المصالح الحكومية نعمل فيها ندوات إرشادية، فبدأت الحمد لله المشاكل دي تقل، وبدأ في توعية وفي ثقافة عند الناس بأهمية دور الطبيب البيطري وأهمية الطب البيطري. خطوات جادة تبذلها مديريات الطب البيطري لإعادة الثقة بينها وبين الفلاح من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية، ليبقى الدور الهام على المربين والفلاحين في التعامل مع الأعراض التي تظهر على الحيوانات بكل وضوح، وذلك من أجل الحصول على الخدمات البيطرية بشكل كامل. محمود نصر الله وعبد الرحمن شامة لتلفزيون القناة.